لواء ولاية من ولايات سهل الباطنة لها أهمية تاريخية وجغرافية، إذ تطل على خليج عمان، بينما تحدها من الشمال شناص فخطمة ملاحة، ومن الجنوب صحار فصحم، ومن الغرب سلاسل جبال الحجر الغربي. من 28 بلدة وقرية، أهمها حلة الحصن وحلة البحر والحد وغضفان والرميلة والصباخ والفج، ويبلغ سكانها 25,000 نسمة ينعمون بخلافة العمانية المباركة بقيادة حضرة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وتتبعها الحرفة الرئيسية لغالبية السكان في لواء مثل سائر ولايات منطقة سهل الباطنة. لقد أقامت وزارة الداخلية مقرا حديثا للوالي في لواء بلغت تكلفته نحو 300,000 ريال عماني، تنفيذا لتوجيهات جلالة السلطان المعظم بتحديث سائر مقار الولاية في كل أنحاء الوطن العزيز، انبثاقا من أهمية الدور الذي يقوم به مكتب الوالي كمؤسسة إدارية متكاملة لخدمة المواطنين وللإشراف على بقية المؤسسات، ومتابعة الوالي لاهتمامات أبناء الولاية مستمرة تمشيا مع توجيهات القائد بالعمل من أجل المواطن وإسعاده. وأقيمت بلدية لواء كسائر البلديات الأخرى تأكيدا لأهمية الجهود الذاتية والتعاون الوثيق بين المواطنين وجهاز البلدية. وبالرغم من أن إنشاء نسبيا إذ أنشئت في عام 1983، إنها قد حققت نتائج ملموسة، وتم تزويد الحديثة اللازمة لإنجاز المشروعات الحيوية بالولاية، وامتدت خدمات إلى مختلف أنحاء الولاية الساحلية والجبلية، ووصلت كافة المنافع للمواطنين بالولاية عن طريق ربطها بشبكة الطرق الحديثة في البلاد، والتي رافقها إيصال كافة الأنشطة والخدمات والمرافق العامة من كهرباء ومياه وهاتف بريد وحركة تشييد وبناء ومؤسسات حكومية ومحال تجارية، دالة على مظاهر النهضة والنشاط الاقتصادي في لواء. ويمثل التعليم بالولاية إحدى بصمات النهضة الواضحة، فإلى جانب مدرسة المؤمنة الثانوية توجد مدرسة الإمام الربيع بن حبيب ومدرسة بنات فزح، عدد من المدارس في مختلف المراحل الابتدائية والإعدادية الثانوية، وتستعمل بعض مدارس الولاية مساء في تعليم الكبار، وتشارك لواء باقي مناطق السلطنة في بذل الجهود المستمرة من أجل لأولئك الذين حرموا نعمة التعليم الطبيعي الذي بدأ مع بداية فجر النهضة المباركة. وقد أنشئ نادي لواء عام 1972 في نطاق بناء الأندية في كافة مناطق عمان، إيمانا من جلالة القائد الشباب ورعايته الرعاية السليمة ليتولى مسؤولية العمل في مسيرة التقدم. وفضلا عن يحوه النادي للشباب من تمرينات وألعاب رياضية متنوعة، فإنه كناد ثقافي اجتماعي إلى كونه رياضي يهتم بالأنشطة الفنية والثقافية والتراثية لإعداد شباب ينتظر وصوله ويعتز بحضره. وإذا كانت أولى هي الزراعة، فإن المهنة التي تليها هي مهنة الصيد، حيث تتوافر في منطقة حرمولة الساحلية مختلف أنواع الأسماك. كانت لواء جزءا من منطقة سهل الباطنة، لذا توجد بها الشاشة، وهي قوارب تصنع من جريد وسعف النخيل،
وهي سريعة وخفيفة وتستعمل للصيد. وقد أمد صندوق تشجيع في مهنة الصيد بالشباك والقوارب الحديثة لتطوير حرفة الصيد التي استراتيجية المرسومة لها استغلالها بشكل تجاري يسمح بالتصدير بكميات كبيرة. ولولاية ليوا طابع تاريخي وحضاري يرجع إلى عهود قديمة. مها التراثية قلعة ليوا وقلعة فزح وقلعة رحب، وهي قلاع تاريخية، كما توجد بعض البيوت الأثرية القديمة. كما أن الولاية غنية بجغرافيتها، حيث يمثل القسم الجبلي منها أهمية تاريخية واقتصادية. والمنطقة الجبلية بلوى شاسعة، ومنها وادي رحب في منطقة والبيضة، وهي غنية بالمعادن، ومنطقة فزح الجبلية التي تم اكتشاف مدينتها يرجع زمانها إلى دولة اليعاربة. في مجال الإسكان الاجتماعي وإقامة الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، أقيم 50 مسكن اجتماعيا بمنطقتي الحد والصباخ، كما تم إنشاء مدينة متكاملة في إطار عملية التحديث التي تشهدها الولاية، تضم ما لا يقل عن 1000 قطعة أرض سكنية وتجارية وصناعية، مما يعني امتداد مسيرة الخير كل ولايات عمان في مناطقها. ومن الفنون الشعبية العمانية الأصيلة يجيد أبناء لواء العيالة، وتختلف عيالة في منطقة الظاهرة، حيث تعتبر آليات العيالة في الباطنة هي نفس آليات الرزحة، الطبل والطار. هكذا تعيش اللواء حاضرا مجيدا، تستبشر بمستقبل مشرق في ظل القيادة العمانية الرشيدة لحضرة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه.